بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر شهوة نعرضها شهوة التواضع. اللي فاهم الإنجيل كويس لازم يشتهي التواضع. التواضع يا أحبائي أكتر صفة تجعلك أقرب ما يمكن لله وأسعد ما يمكن وأقدس ما يمكن. التواضع بالذات متواضع يجد نعمة، كل حاجة تمشي حلو، الناس تحبه، الدنيا تمشي سهلة، يقدر يبلع كل الناس، الشياطين تفزع منه، شخصية مريحة ومرتاحة طول الوقت، كل ده يجي بالتواضع. احنا طبعا خدنا كذا مؤتمر اللي حاضرين معايا من زمان سلاسل كده عن التواضع، سميناها اطلبوا التواضع وإلى هذا أنظر، كل ده كان في اتجاه الفضيلة الجميلة دي لعلنا نقترب. بس لازم نقولها في موضوع الشهوات الروحية، لما تبص على جمال أمنا العذراء سر الجمال ده كله نظر إلى اتضاع أمته، لما تبص على عظمة يوحنا المعمدان سر العظمة دي كلها التواضع، ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. إذا موضوع التواضع ده شهوة كل شخص روحاني، على قد ما الناس في الدنيا بتشتهي أنها تبان وتتكرم وتظهر والناس تسقف، على قد ما الروحاني مشتهي أنه يبقى عنده إحساس ثابت أنه آخر الكل، وعاوز يوصل أنه زيه زي التراب اللي ماشي عليه، وعاوز الإحساس ده يتملك منه، لأنه هي في الآخر إحساس قبل أي حاجة. طبعا مش عارف أقول كل حاجة، كلام سهل، لكن هو على رأي القديس يوحنا الدرجي يقول اللي يتكلم عن التواضع ملهاش دعوة خالص بالتواضع، التواضع ده مش كلام. لكن المشكلة هنا في دماغنا، طريقة تفكيرنا مليانة حاجات ضد التواضع. فأنا أكلمكم عن الأفكار العكسية اللي لو طردناها ونظفنا الدماغ دي هنبقى متواضعين في الآخر. تعبير اللي قالته أمنا العذراء اللي هي فاهمة التواضع صح وعايشاه، قالت إيه؟ شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. يبقى المتكبر ده مشتت، دماغه تعبان. عمركم شفتوا حد دماغه تعبان؟ ده كتير، وغالبا واحد يعني انتوا كمان دماغه تعبان لان الافكار اللي في دماغه هي اللي معذبه. لو متواضع ما عندوش خالص مشاكل مع دماغه. شتت المستكبرين بفكر، يبقى الفكر بتاع المتكبر مخليه دايما هايج، مش مرتاح، مش فرحان، مش عارف يعيش، دماغه تعبان. إنما المتواضع ما عندوش الحتة دي. طب ما هو بقى فكر المتكبرين عشان نفحص نفسنا عليه ونقول عاوزين نكنس الزبالة دي يمكن نقرب من التواضع. أول فكر، فكر التبرير. التبرير سمة من سمات المتكبرين. المتكبر أي غلطة أو تقصير يعمله برنامج دماغه بيقوله أنت بريء، لازم حد تاني متهم غيرك، على طول يبرر نفسه حتى جواه. قيافة كان يتآمر على قتل المسيح، وقيافة عرف انه المسيح قوم لعازر بجد وفي بروفس، في اثباتات، وقيافة كان نظريا متأكد ان ده المسيح لان كل النبوات راكبة عليه. لكن عشان يبرر مؤامرته لقتل المسيح حطها بطريقة خبيثة جدا. قال ما هو بدل ما الرومان يقلبوا علينا خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. يعني إيه؟ قال افتكاسة كده في لغة السباب عشان يبرد ضميره أنه الرومان هيقلبوا علينا، الزيطة اللي عملها يسوع الناصري دي هتهيج الرومان علينا، الأحسن نخلص منه، خلي الأمور تستقر. أنت بتبرر لنفسك انك هتقتل المسيح لهذه الدرجة لانه متكبر من كبريائه، مش راضي حتى الجريمة، اكبر جريمة في تاريخ البشرية لقتل المسيح، بيعملها بمبررة. ساعات احنا نعمل كده، نبرر لانفسنا اخطائنا، ده فكر كبرياء، ده اللي يخليك مش عارف تعيش، ده بعيد كل البعد عن المتواضع. اما المتواضع يعمل ايه؟ انا السبب في اي غلطة، على طول انا قصرت، انا ما حبيتهمش كفاية، انا ما صليتش كفاية، انا ما ربيتش كويس. مخه على طول يستدعي فكر التوبة والانسحاق،
لكن فكر المتكبرين في تبرير. الفريسي وهو بيصلي عنده نفس الفكر المتكبر، وهو بيصلي ما بيعرفش يقول سامحني، لأنه مش شايف نفسه غلطان، هو بار في عيني نفسه، عمال يقول أنا بشكرك لأني مش زي الناس دول وما بعملش الأخطاء بتاعت العشار، أنا بصوم أنا بصلي أنا مستر بيرفكت. فكر المتكبرين شتتهم. طب احنا كمان ساعات بنبقى عندنا كده، خلي بالكم، عاوزين نشتهي ان الدماغ دي ما يعديش عليها فكر تبرير، مش عاوز ابرأ ضميري من غلطة تطلع غلطة حقيقية. طب استفدت ايه يعني؟ هو ده بيريح ما بيريحش؟ ده ايه هيجملك قدام الناس يعني؟ وهيفرق ايه رأي الناس في الاخر؟ العشار بقى متواضع بطبيعته لانه حاسس انه وحش، فبيقول انا الخاطي، ما بيقولش انا بار. اللي قال انا بار لم ينزل مبررا، واللي قال انا خاطي ايه نزل مبررا. يبقى اول فكرة لازم نخاف منها فكرة التبرير. ايوب مشكلته الاساسية زي ما علمونا الاباء كانت في الحتة دي، هو في لغته ما يبانش ان هو متكبر، وفي حياته مستقيم آخر استقامة، إنما في فكرة هنا مش كويسة، فكرة أنا صح. فلما اتقرص عليه قوي نطق وطلع الفكرة، كامل أنا لا أبالي. كامل؟ أنت شايف نفسك ما بتغلطش ومش فارق معاك حاجة؟ لا أبالي بنفسي، رزلت حياتي، قرفت من عشتي. ما هو لأنك بار في عيني نفسك، هي دي المشكلة. تاني فكر أحبائي ضد شهوة التواضع، معطل عن اقتناء التواضع، فكر المقارنة. وبرضو صدقوني أكتر من 80% من الخدام واقعين في الحكاية دي، وكلنا بدون استثناء بتعدي علينا، لكن في ناس عايشين فيها طول الوقت، طول الوقت حاطين نفسهم في مقارنات، مين أعظم، مين أهم، مين عمل حاجة أحسن، مين شكله أفضل. انت ليه عايش كده؟ ما تنسى الناس يعني، انت محبوب عند ربنا زي ما انت وخلاص، والناس اللي موجودة النهاردة مش موجودة بكرة، وانت نفسك مش موجود بكرة. يعني مقارنات دي حاجة ملاش اي معنى. انما المتكبر يميل لفكر المقارنة، دايما حاطط نفسه في انا ولا حد تاني، اللي هو نفس اللي وقع فيه التلاميذ لما قالوا ايه من الاعظم. فاكرين لما وقعوا سؤال أمن الأعظم، أم المسيح جاب حد زي عيالنا الحلوين اللي في المؤتمر دول وحضنوا في النص، قال لهم ده الأعظم. انتوا أساسا مش عارفين الإجابة، لا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا ولا اندراوس ولا توما ولا أهو. أي طفل صغير أعظم طبعا منك، أنقى منك، أبسط منك، انت بتقارن ليه؟ ما انتوا محبوبين، ناقصكوا إيه عشان تقولوا كده؟ ما أنا بحب كل واحد فيكم من كل قلبي. ايه احساس النقص اللي عندكم ده؟ ليه بتتمنظروا على بعض يعني؟ قايين اول واحد في التاريخ وقع في فكر المقارنة ومرتبط بالكبرياء. ليه؟ لما لقى ربنا قبل ذبيحة هابيل الدنيا ولعت، لان وقع في مقارنة، يعني هابيل احسن مني، الاصغر مني احسن مني، الدنيا بقى قامت ما قعدتش. فالمسيح نبهه قال له حاسب عند الباب خطية رابدة، فكرة المقارنة دي هتبهدلك، هتلخبطك آخر لخبط، هتطرد سلامك، هتخسرك حب أخوك، ده أخوك حبيبي. ما سمعش. شفتوا فكرة المقارنة بيوصل لإيه؟ طبعا ضاع هلك قايين لأنه ما وقفش دماغه عن التفكير بالطريقة دي وقتل أخوه. لما جت مامة يعقوب ويوحنا توشوش المسيح وتقول له ما تخلي عيالي بقى واحد عن يمينك واحد شمالك، هيجت الفكر عند كل العشر، اتحطوا كلهم اشمعنا بقى، طب اروح اجيب ماما يعني ولا ايه؟ قلبت الدنيا. المسيح لما المجد جابهم كلهم في اجتماع عاجل وقال لهم بلاش الكلام ده، الكلام ده مش عندنا خالص. يبقى تاني فكرة وحشة مرتبطة بفكر المتكبرين فكر المقارنة. يبقى اول فكرة وحشة تبرير، التانية المقارنة. تالت فكر، فكر العظمة. فكر العظمة، العظمة على طول كبرياء. الإنسان اللي حاسس أنه أعظم
يتعاظم، اللي كانت منها كلمة تعظم المعيشة، دي مرتبطة بالكبرياء. وأزمتنا أحبائي في الحتة دي إن الدنيا بتربط بين الفلوس والعظمة، معاك كام تبقى أعظم درجة، فكل ما كانت غني كل ما كنت عظيم، لغة الدنيا كده. عند المسيح الكلام ده مش موجود خالص، بس في الدنيا كده. فطبعا طول ما احنا عايشين في الدنيا تلاقوا الفكرة داخلة في دماغنا ده كبرياء. مين قال ان العظمة في اللي معاه مليون جنيه ولا مليون دولار؟ مين قال كده؟ مين؟ الاطفال اللي بنخدمهم اعظم مننا، والفقراء اللي بنخدمهم هيبقوا اعظم مننا في السماء، وكل اللي معاهم فلوس هيدفنوا زيهم زي الفقراء وهيبقوا تراب. مثلا ربنا يسوع له المجد لما كان بيتكلم عن الفلوس قال ايه؟ كان الفريسيون يسمعون وهم محبون للمال فاستهزأوا بيه. شوفوا وصلت لايه؟ الفريسيين عشان يحبوا يبقوا سوبيريور، يعني اعلى من الناس كلهم، بحب الفلوس كمان، مستغلين الدين يعني. قال لهم انتوا اللي عاملين فيها ابرار، لكن ربنا عارف قلبكم المستعلي. اهي هي دي العظمه، المستعلي اللي حاسس انه اعلى من البشر هو ركس قدام الله. ركس في لغة الكتاب معناها وثني، أو معناها تمثال وثن. الرجاسة شبه النجاسة، بس النجاسة مرتبطة بالخطية، الرجاسة مرتبطة بالوثنية. يعني أنت بقيت وثني في اللحظة اللي بتعبد فيها ذاتك، اللي شايف روحك أحسن من كل البشر، أنت تحولت إلى إلى وثن، بقيت تمثال لروحك. فدي خطيرة جدا. طب ما دي بتعدي علينا برضو، ما هي المقارنة بتجيب العظمة مش كده؟ تلاقي واحد غلبان على طول، إحساسك الداخلي طبعا ده أقل مني، أقل منك، أنت دخلت في وثنية كده. مين قال؟ ما يمكن قلبه أحسن من قلبك كتير، وده الميزان الحقيقي. في دانيال 4 عندنا قصة جميلة من قصص دانيال عن واحد صديق دانيال. الملك اللي كان صديق دانيال ده كان ملك محترم جدا، لكن كان عظيم بجد، من أعظم الليدرز في تاريخ العهد القديم، سواء ملك وثني، بس كان بيحب دانيال فكان متعلق به، إنما لطشته لطشة العظمة، العظمة، فبقى يتمشى. كان عامل بابل حتى تاريخيا يقال كانت مملكة قوية جدا، والقصور فيها آخر شياك أحسن من النهاردة. فبيقول أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها أنا بقوة اقتداري وجلال مجدي؟ الله الله الله. ساعتها حصل ايه فاكرين؟ جات له بقى اللوثة العقلية، طبعا ده شيطان ركب فيه وقعد 7 سنين زي الحيوانات بيجري وشكله ملخبط، وطرد من بين الناس وعاش عيشة صعبة قوي. وبعدين ربنا افتقده برحمته، أجوز دانيال كان بيصلي له، ورجع انسان متواضع، رجع انسان متواضع لانه فهم ان ربنا فوق الكل، العظمة لله وحده. هيرودس، بصوا المتكبرين يتلعب عليهم بالحركة دي، يعني ايه؟ وكلكم جربتوا ده في الاشغال، ساعات تقول لواحد ايه زميلك، بص المدير ده مفتاحه ايه؟ انفخ، ها كبر، اقعد اقول له كلمتين من الحلوين دول يصدق روحه ويمضي لك. اذا واضح ان احنا للأسف بنشوفها كتير، وعارفين انها نقطة ضعف ناس كتير، انك تغني عليه تقول له انت ما حصلتش وتسرح بيه. طب عيب تبقى فينا العيب ده؟ ليه تستنى الناس ياكلوا عقلك بكلمتين حلوين ويقعدوا يكبروا؟ ليه؟ اللي وقع في دي هيرودس اللي قتل يعقوب اخو يوحنا، جم بقى الناس يقولوا له هذا صوت اله لا صوت انسان، اصل كانوا عاوزين ياخدوا شويه قمح ليهم غرض، فعارفين يسرحوا بيه. فضربه ملاك الرب فاكلوا الدود ومات، عشان قبل انه يعامل معاملة آلهة. آلهة ايه ده؟ انت تراب. اول فكرة وحشة عاوزين نهرب منها، ها التبرير. تاني فكرة المقارنة. ثالث فكرة. رابع فكرة وحشة مرتبطة بالمتكبرين، شتت المستكبرين بفكر قلبهم، فكر الإدانة. كله موصل لبعضه لو تاخدوا بالكم، ما هي المقارنة تجيب عظمة، والعظمة تجيب إدانة، كله ماشي مع بعض. واللي بيبرر نفسه بيسقط اي خطأ على الاخرين، فكله موصل لبعضه. فهتلاقيها لازم ايه لمسة حاجة من دول. الادانة يعني وانت واقف دايما شايف الناس هي اللي وحشة، هي اللي مقصرة،
والمشكلة للأسف إن إحنا زي اللي اتبرمجنا على كده، اتبرمجنا إن دماغنا تفكر بطريقة استغلاط الناس، لدرجة ربنا يسوع له المجد ما كانش، وهو قدوس القديسين حتى العيب يعني، كل الناس اللي حواليه كانوا بيدينوه، يا ما خد كلام كأنه هو اللي غلط. وده المسيح يعني، مثلا يوم ما قال مغفورة لك خطاياك، الجماعة الفريسيين اللي واقفين قالوا كمان بيجدف، كمان بيجدف، يعني شوفوا الإدانة طالعة من فريسي للمسيح. فكر الإدانة لما المرأة الخاطية دخلت عند رجلين المسيح، طبعا بكبرياءه قال ده لو كان نبي كان عرف مين الست دي. فالمسيح له المجد فاحص القلوب، فاداله درس في الأخلاق والتواضع، طلع الست اللي هو بيحتقرها دي أفضل منه، وحطهم في مقارنة صريحة، وقال له هي بالنسبة لي أحسن منك، بتحبني أكتر منك، صادقة أكتر منك، في السماء هتدخل وانت يمكن ما تدخلش. إذا فكر الإدانة فكر كبرياء. الكتبة شافوا معجزات بعينيهم كتير جدا، بس من كتر كبريائهم مش عاوزين يعترفوا انه المسيح، فيقولوا ايه، هم اللي طلعوا فكرة يكونش رئيس شياطين فبيطلع الشياطين بسهولة الى هذه الدرجة. من كتر الإدانة اتهموا المسيح انه شطان، وربنا مطول باله يفضل يحكي ويقول لهم طب لو انا شطان ولادكم بيطلعوا الشياطين، هم كمان رؤساء شياطين، ولو انا شطان وبطلع شيطان كانت خربت مملكة الشيطان، بياكلوا في بعض. طب يا رب بترد عليهم ازاي؟ لانه متواضع، بس هم مليانين إدانة. حسبوا يا احباء يكون مخنا شغال إدانة، عمال تدين في مراتك، تدين في عيالك، تدين في جيرانك، تدين في المسؤولين، تدين في الكهنة، تدين في دماغك، دماغك تعباك. فطبيعي انت فين وشهوة التواضع بقى؟ المتواضع لا يدين الا نفسه، يعرفش يشوف غلط حد. فكر آخر فكر الطمع أو الغنى، كل دي مرتبطة بالكبرياء، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. المتكبر يحب يزداد بريق، يزداد عظمة، يزداد غنى، فما بيكفيهوش أي فلوس وأي مراكز وأي لبس وأي عربيات، ما بتكفيهوش. زي الغني الغبي، الغني الغبي ما تقالش عليه بيقتل ولا بيسرق، لكن الغني الغبي غباؤه في انه عايش في حالة طمع ما بتهدأش، لانه شايف نفسه حاجة كبيرة، متكبر، ابني مخازني واهدم مخازني وابني اعظم منها، واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. قال الصوت له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. يبقى فكر عاوز عاوز عاوز، ده فكر اساسا بيحركه الكبرياء. ما تشوف الناس عاوزة ايه، اقل منك كلهم ومش طايلين ربع اللي عندك، هتفضل تعيش حياتك كلها عاوز عاوز عاوز، تبقى متكبر طبعا، تبقى مش شايف غير روحك. مرة تاني قالها القديس بولس، اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، ده اغلب البشر تقريبا يريدون ان يكونوا اغنياء، يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية. استخدم نفس كلمة الغباء اللي قالها المسيح في المثل، تغرق الناس في العطب والهلاك. يبقى مع أفكار الكبرياء في أفكار الطمع، المتكبر طمع ما بيشبعش أبدا. القديس يعقوب برضو مسك الأغنياء شد عليهم، لأن هم مش أغنياء خيرين، لا أغنياء متكبرين. ما هو لو غني خير هيبقى متواضع، لكن غني متكبر هيبقى ما بيشبعش. قال لهم ذهبكم وفضتكم صدقة، وصدقهما يكون شهادة عليكم، يأكل لحومكم كنار. كنسكتم في الأيام الأخيرة، قاعدين تكنزوا بس في الدنيا، طب ما ده كله هيتحسب عليكم. فكر آخر، احنا بنقول شهوة التواضع، نفسي يا رب أبقى متواضع. طب عشان تبقى متواضع كل الأفكار دي مش مفروض تعدي عليك، لا تبرير ها ولا مقارنة ولا عظمة ولا إدانة ولا إيه ولا طمع. فكر التهاون، المتكبر تلاقوه حاجة شبه التبرير، مستهين مستبيح، يعني مهما عمل يقول لك حصل ايه يعني، واخدين بالكم التهاون استهانة، ما عندوش احساس انه بيعمل حاجة كبيرة، وبالتالي ممكن يغلط اخطاء كبيرة جدا وتعدي،
لأنه متهاون في حياته بطبعه. عارفين مين اللي وقع في دي؟ شمشون. شمشون كان نذير الرب وماشي غلط وربنا مطول باله، بس وصلت من كبريائه انه هيعملوا فيا ايه. فاكرين لما كانت دليلة تضحك عليه وتربطه مش عارف بشوية شعر ايه، يقول لها عارفة لو ربطوني مش عارف ايه خلاص. فاول مسح يعمل كده تقع، يعملوا له مش عارف ايه، يعمل كده. ففي المرة الاخيرة وهو بيصحى من النوم بيقول ايه؟ زي كل مرة هعمل كده هفك. وهو مش عارف ان هم قصوا شعره وربطوه الربطة التمام، وجي يعمل كده ما بتتعملش، لانه استهان، استهان بالنعمة. متكبر يدخل يتناول حق، يزق يعني، يدخل على الاعتراف يزعق، يدخل الخدمة كلكم غلط انا اعلمكم الخدمة. ايه عم ايه اللي انت فيه ده بقى؟ انت مستهين باخطائك ومش شايف نفسك وحش ومش مقدر انك انت يعني بتستبيح مرة في مرة؟ تعبير جميل قاله القديس بولس، ام تستهين بلطف الله وامهاله وطول اناته. ربنا مطول باله عليك لانه هو طيب. ما تاخدهاش بقى وتسوق فيها وتفتكر انك صح، لا انت مش صح. انما غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبه. ده ربنا مطول باله عشان تقول ارحمني يا رب، مش عشان تسوق فيها. الرخاوة لا تمسك صيدا، اما ثروة الانسان الكريمة فهي الاكتاد. المتكبر يقولوا له صيام، يقول انا بطني ما بتستحملش، هتسهر تصلي كفاية ابانا الذي، تنزل تخدم انا بالعافية بطلع العشور. هو مستهين ومقتنع انك صح. ثروة الانسان الحقيقية الاجتهاد اللي هو الجهاد، غير بقى المتواضع. المتواضع يقولوا له صيام، يقول ده انا محتاج الصوم جدا، السهر ده انا محتاجه خالص، الاعتراف انا محتاجه جدا، اي حاجة تقولها الكنيسة يقول انا محتاج بجد ومقتنع لانه متواضع. فكر الغيرة، فكر الغيرة. المتكبر دماغه تعباء، زي المقارنة شوية، في حاجة اسمها الغيرة، الغيرة المرة طبعا. برضو مرة حصل في التاريخ اغنية ساذجة ولعت قلب واحد وبوظت حياته تماما، لما البنات بتوع اورشليم قالوا قتل داود الوف شاول الوف وداود ربوهات. غالبا كانت لزوم الافية او السجع يعني، غالبا. فاهمين الفكرة؟ انما ازاي وازاي يقولوا داود قتل اكتر مني؟ الحين انت ما قتلتش خالص، ده هما جملوك. هو لولا داود كنت انت اتقتلت، انما بقى الحكاية ولعت منه. وفي ناس عايشة كده، لو اتقال كلمة مديح في شخص تاني وهو قاعد يشيط، وتقعد بقى تحايله سنين. طبعا ده فكر مستكبرين، ليه كده؟ موضوع ابسط من كده. هو لو بصص له كابنه زيه زي يونسان كان هيسقف ويغني معاهم، عندوش أزمة لو هو متواضع. بس هو مش متواضع، يونسان بقى كان متواضع، بقى يغني معاهم وبقى يموت في داود واداله كل الهدايا اللي عنده هو فرحان بيه. طب يا يونسان، ده داود ابن فلاح لمؤاخذة وانت ابن ملك، هتبقى صديقه؟ اه ده انا اتشرف. انت مش صعبان عليك ان الناس نسيتك في الزيطة دي؟ يونسان ده ما تقالش خالص في الاغنية. لا مش صعبان علي، انا فرحان، ما هو داود اللي له فضل. اصل يونسان كان متواضع ببساطة، فما كان مخه مش تعبه، مخه هادي، عارف يحب وعارف يعيش، انما شاول مخه تعبه وكمل كده لغاية ما هلك. طبعا الغيرة دي شفناها في اخوات يوسف، شفناها في رسالة يعقوب، يقول اللي عنده غيرة مرة، وهي ليها مرار على فكرة، تخلي الواحد مش عارف يعيش، ما يكذبش على نفسه ويصدق انه كويس. فكر الانتقام، مع الكبرياء يجي فكر انتقام، لما حد يغلط فيك تلاقي الموضوع عيلي جواك. وقد تكون الغلطة دي مش غلطة قوي، وقد تكون مش مقصودة، بس مع الكبرياء تكبر 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 وتسيطر، وتبقى عاوز تشوف فيه يوم وعاوز تقطعه، ولو طلته هتعمل وتسوي. طبعا كل ده كبرياء، ويبقى مخك مشتت في مؤامرات الانتقام، ويمكن مش عاوزها بايديك، بايدين حد تاني. انت غلبان، غلبان بدماغك دي،
كل الكبرياء سيطر عليك، انت لازم تشتهي التواضع. ده التواضع روقان، ده دماغك هتروق خالص لو طلعت منك الحاجات دي. لما عيسو حقد على يعقوب قعد 20 سنة بيفكر يصلي ويموته، لانه فاهم شايف ان هو صح. طب ما انت اللي بعت البركة البكورية زمان، ما انت يا عيسو اللي مش فارق معاك. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، أعطوا مكانا للغضب، يعني فش في ربنا وقول له شيل أنت واطلع بقى منها من غير فكر انتقام، فكر اليأس. تستغربوا بقى أن المتكبر أكثر من ييأس، المتواضع ما ييأس مهما وقع، هو عارف أنه ضعيف، يجري على ربنا زي العيل الصغير، يا رب صلح لي، كسرت الدنيا، بوظت الدنيا، أنت أبويا مسؤول عني. إنما المتكبر لما يتكسر كسرته وحشة، يقع من علو فرقبته تتقطع تتقطم فييأس. يهوذا كان متكبر، عشان كده وقع في الطمع لو تاخدوا بالكم، وقع في اليأس، فكان في كبرياء جنب محبة المال، وقع في الحاجات، والشيطان ملكه بقى بالحكاية دي. لما يهوذا راح يقول انا سلمت دم بريء، قالوا له هما الاتنين متكبرين بقى والشيطان بيلعب بيهم براحتهم، احنا ملناش دعوه، انت ابصر شوف انت عاوز ايه، خلصنا احنا اتعاقدنا وخلصنا، وهلك يئس. اخر فكر بجد، فكر التأله. يصل الانسان بكبريائه انه يعتبر نفسه ربنا، يمكن ما بيقولهاش بصريح العباره، بس هي دي حاله المتكبرين، انه تقريبا مستغني عن ربنا، تقريبا انا ربنا، انا هعمل، انا حل، انا خلص، انا يا حبيبي ما انت عارف انك ضعيف، ما انت عارف انك محدود. عشان كده المتكبر لا يميل للصلاة، لان الصلاة فيها لجوء لمن هو اقوى، هو مش شايف حد اقوى، فهو في نوع من التأله. التأله بمعنى الوحش بقى، اللي هو الحيلة اللي عرضتها الحية على ادم وحواء، قالت لهم ايه؟ تصيران مثل الله، يعني تستغنوا عن ربنا، الكذبة الكبيرة. وأغلب على فكرة بقى لما تسافروا برا تلاقوا المجتمعات الراقية أو الغنية شوية كلها كبرياء، معلش ومؤدبين ومهذبين، بس لو دخلت الجوة شوية لا يعضوك، لا كرامتهم عالية قوي فعلا، لأن هم بالنسبة لهم الفلوس ربنا والكرامة ربنا، فما يحتاجوش ربنا قوي. لكن المجتمعات البسيطة الغلابة يعرفوا يسامحوا ويعرفوا يعذروا ويعرفوا يشيلوا بعض، في حاجات كده أخلاق الفقراء تلاقوها قليل منهم الكبرياء، قليل موجود طبعا بس أقل شوي. طبعا دي غلطة عدو الخير اللي بيحطها في قلوب كتير، لأن عدو الخير وقع في التأله دي، اعتبر نفسه أنا ربنا، فبقى ينفسها يسربها في دماغ ناس كتير، أنا أعلي وأنا الكبير وأنا اللي أقدر وأنا أعمل كل حاجة. قال الجاهل في قلبه ليس إله، ليس إله، فسدوا ورجسوا وأفعالهم ليس من يعمل صلاحا. يعني الجاهل بيقول ما فيش ربنا، أنا ربنا، ودي بيقولوها البلحديد بصريح العبارة دلوقتي، لكن هي في فكر أغلب الناس، أنا مش محتاج ربنا، ما أنا اللي همشي، أنا اللي أقدر أقوله يمين وشمال. كل الأفكار دي عاوزين نشيلها عشان نوصل لإيه؟ للتواضع. لو عندك شهوة التواضع هتراقب دماغك، نفسي يا رب تشيل مني فكر المقارنة والغيرة والعظمة والغنى الباطل والتأله والاستغناء عنك، أنا عاوز فكر العدرة إن أنا غلبان، وفكر يوحنا المعمدان أنا الأخير، أنا ما استاهلش أفك رباط جزمته. زي مرة خادم بقول له معلش هتسيب مكانك عشان يعني حد تاني يمسك المسؤولية، وانا عمال اقول يا رب استر لحسن يزعل ويقفش، فقال لي مالك يا ابونا بتقولها كده وانت عايل الهم، يعني هو انا كنت اساسا استاهل اخدم؟ انتوا جايبيني من الشارع عاملني بني ادم وخادم، وده خادم كبير، لو سبتني على باب الكنيسة انفض الكراسي، ده راجل محترم قوي، انا هكون فرحان، انا ما استاهلش اخدم، شيلني حطني في اي حته ما عنديش ازمه. ففرحت، بصيت له باعجاب، يا بختك انت فاهم صح، انت فاهم صح، ما فيش حاجه اسمها منصب ولا كرسي ولا مكانه ولا لا لا خالص، انا كفايه يحسبني خادم،
بس مش عاوز غير كده، يحسبني اخر خادم كمان، ما عنديش مشكلة. يبقى كويس قوي ان انا هتلزق فيه واقول له انت قلت، حيثما اكون انا ايه هناك ايضا يكون خادمي لالهنا كل مجد وكرامة.